مرحبا واهلا وسهلا فيكم. فيديو جديد من البحوث اللي عم نعملها، اللي بتكون خطرت على بالنا سؤال او انتم كتبتوا لنا اياه بالتعليقات وحابين تعرفوا اجابته. سؤالنا اليوم اللي هو ايش المشاهير بيسوقوا سيارات بشكل رئيسي. عملنا مره فيديو ليش بيختاروا بناء على ايش كل مشهور بيختار سيارته، بس هاي المره لا، هي عباره راح يكون الفيديو عن ليست بكل بساطه راح نحكي لكم فيها مشاهيركم المفضلين وشو كل واحد فيهم بسوق. في عندك اول واحدة هي جينيفر لوبيز، كلنا بنعرفها. خلينا نحكي مسيرتها قبل اول الالفينات والفترة اللي قبل، كانت احسن بكثير من هلا من ناحية الشهرة والاغاني، خاصة انها كمان كانت وسطت بتمثل، فشوي شهرتها خفت بس لساتها بتسوق الاستون مارتن دي بي 7، وهي سيارة غالية بصراحة ونادرة، لأنه أستون مارتن يعني كل أغلب إصداراتها بتكون ليميتد إديشنز. عندك رايان غوزلينج، كتير ناس بيعرفوه، محبوب لكتير من البنات خاصة جمهوره، لأنه بيقدم أفلام خلينا نحكي رومانسية أو درامية بالإضافة للمسرحيات اللي بيعملها. رايان غوزلينج الصدمة إنه مع يعني مقارنة بدخله العالي، بس لأسباب بيئية بيختار يسوق تويوتا بريوس. عندك بيرس بروزنان اللي هو اكيد انتم بتعرفوه من افلام جيمس بوند، عمل اكثر من فيلم لجيمس بوند. الفكره الاساسيه بيسوق البي ام دبليو اي 8، طبعا هي برضو خلينا نحكي سياره هايبريد مع بلجن، يعني انت بتشحنها كهرباء وهايبريد بين البنزين، محرك البنزين ومحرك الكهرباء الاساسي. ف بيرس بروزنان طبعا يعني كجيمس بوند لازم يكون انت في عندك خلينا نحكي في هايب اكثر على انك تكون زي ما تحكي في عندك اللقطه السياره العنفوانيه او اللي بتعطيك لقطه الاكشن اكثر من رايان غوزلينج اللي بيسوق التويوتا بريوس. لو نزلنا كمان ل فيرن تروير اللي هو كان ميني مي بمايك مايرز دكتور ايفل. الفكرة الاساسية انه هو بيسوق مرسيدس بنز سي ال كي، وفي عندها هلأ هو لانه يعاني من قصر القامة شوي، فخلينا نحكي معدل بيحكي لك خصيصا لإله من ناحية الدواسات ومن ناحية المقعد على أساس يسوق فيها بكل أريحية وبدون أي مشاكل. جانيت جاكسون كنا بنعرفها بوب أيكون، طبعا هي شهرتها خلينا نحكي برضو من الناس اللي كانت شهرتها أكثر من هسا. الفكرة الأساسية إنه هي بتسوق حاليا الأستون مارتن فانكويش، سعرها تقريبا تحكي $250,000، ف طبعا هي بتقدر هاي التكاليف فما في عندها اي مشكلة. سايمون كاول اللي هو انت بتعرفه من The X Factor، America's Got Talent، Britain's Got Talent، هو خلينا نحكي الاشي الاساسي وامريكان ايدل. سوري، سايمون كاول الفكرة الاساسية انه هو عم بيسوق لامبورغيني جاياردو سبايدر. السبايدر اللي هي باللامبورغيني بتكون اللي هي سقفها مفتوح او ما إلها سقف خلينا نقول. فطبعا عنده سيارة ثانية اللي هي رولز رويس فانتوم وكان يتفخر فيها كثير، بس هاي للقطات الشبابية أو إذا ما بدي يروح حفل أو إشي، يعني الدي تو دي درايف بتاعته خلينا نقول. فهاي هي هون بنوصل إحنا ل 50 سنت. 50 سنت طبعا كلنا بنعرف قصته والحادثة اللي تعرض لها ومسيرته، بعدين كيف خبرناكم كيف إنه أعلن إفلاسه، بعديها رجع واستثمر بشركات المياه وصار عنده ثروة ضخمة ورجع أقوى من أو أثرى خلينا نحكي ما بنقول أقوى، أثرى من قبل الإفلاس. بيقود حاليا الرولز رويس فانتوم، والإشي الأساسي أويل سليك فيها بينت جوب اللي هي حلو. أوكي هلا بحكي لك الكاستم اللي هو عاملها على الرولز رويس فانتوم اللي هي أصلا تعتبر زي ما حكينا رمز الفخامة والراحة بعالم السيارات. بحكي لك طالب عليها انه انت لما تمشي السيارة من جنبك
بحسب اختلاف الضوء بيطلع لك اللي هي ألوان مختلفة، زي اللي احنا عندنا بالعالم العربي بسموه الدهان الماجيك على السيارة. تمام، هلا في اشي يعني هاي، في عندك تشارليز ثيرون ممثلة مثلت بكثير افلام، مسيرتها جدا رائعة بصراحة، من هانكوك لفاست اند فيوريوس ل كثير افلام ابدعت فيهم بصراحة. الفكرة الاساسية الممثلة الاسترالية الاصلية باعتبار يعني استراليا الاصل، خلينا نقول بتسوق رينج روفر، وطبعا زي ما حكينا احنا بالفيديو السابق برضو احد الفيديوهات مش الفيديو السابق اللي قبل هان، انه رينج روفر هو اختيار العديد من المشاهير، هي والرولز رويس فانتوم واللامبرجيني بكافة اشكالها هم هدول اكثر اختيارات المشاهير. انجلينا جولي ممثلة الافلام الجدا شهيرة، او خلينا نحكي اللي كانت جدا شهيرة، هلا هي حاليا صفت مشهورة ب الحملات الإنسانية والرعية اللي بتعملها لها، خاصة في قضايا جدا مهمة زي البيئة والمناخ وأطفال إفريقيا. فالإشي الأساسي إنها هي حاليا، طبعا هلا الحلو فيها إيش، إنها هي معتمدة سيارة بتأدي أو خلينا نحكي تتفق مع هي ما تقوله. فالفكرة الأساسية بتسوق حاليا سيارة بي ام دبليو هيدروجين 7، فهاي الشغلة هي كانت طبعا بحكي لك اول سيارة هيدروجين سيدان فخمة او فاخرة بالعالم، مش متأكد من صحة المعلومة بس هيك مكتوب. طيب اذا بدنا ننزل على جيسيكا سيمبسون، جيسيكا سيمبسون زمان كانت خلينا نحكي جدا مشهورة بالاغاني ومثلت بأكم من أدوار خفيفة، وهي حاليا بتسوق كاديلاك اسكاليد، فهي هاي الاشي الاساسي. طبعا بيكون بغض النظر عن التعديلات اللي جوا، بس هاي هي السيارة بشكل عام اللي بتقودها جوليا روبرتس. طبعا هي حائزة على جائزة الاكاديمي اوورد اللي هي الاوسكار، ومترشحة 4 مرات لإلها عم بكتب لك. برضو الاشي الاساسي خلينا نقول بتسوق تويوتا بريوس. جوليا روبرتس تعرضت لكثير مهاجمات على اخر اعمالها، بس زمان كانت جوليا روبرتس هي خلينا نحكي نمبر 1 توب فيميل اكترس بعد الفترات السابقة، هاي المعلومة مش كثير ناس تعرفها. اوكي، كيفين كاستنر الفكرة الأساسية إنه هو بس عم بشوف بحاول إنه الويب سايت يركب صح. أوكي، الإشي الأساسي إنه هو حاليا يقود S8 اللي هي من شركة أودي أو أودي حسب أنت شو بتحب تلفظها. طبعا شركة أودي هي جزء من شركة فولكس فاجن، ف عملاق الصناعة الألمانية وثاني أكبر شركة سيارات من ناحية الإنتاج خلينا نقول بعد شركة تويوتا، هاي معلومة بس هيك على جنب. تمام، خلينا نمشي. في عندك كمان ماثيو ماكونهي، اوكي ماثيو ماكونهي doesn't just drive an Karen MKX، هو عنده مبدئيا MKX. اوكي حلو. هلا هو بحكي لك غير انه بسوق السياره، لا هو كمان المتحدث الرسمي لها، او خلينا نحكي بالحمله اللي كانت من لما انشات هاي السياره، فشكلها عجبته لما كان بالحمله، او بيكون في عنده مثلا مرات ممكن يكون في عنده عقد مع الشركه على هاي الشغل. اوكي، في عندك امريكا فيريرا اللي هي كانت نجمة اغلي بيتي، كان جدا مشهور بصراحة المسلسل بالزمانات او اول ما طلع خلينا نقول، مش كثير متأثرة. اوكي بحكي لك لما كانت بالجامعة او بالكلية كان عندها بي ام دبليو ما قدرت على مصاريفها، فبعديها قررت انها تخلي الامور بسيطة جدا، ولها السبب صارت على شغالة او تسوق على تويوتا بريوس. طيب.
اوكي كبسنا شيء بالغلط. اوكي تمام، ننزل كمان شوي لا نيكو ريتشي. طيب هلا زي ما شفناها بطلة سيمبل لايف، كثير كان لها فترة زمان بهالزمانات من اصدقاء خلينا نقول باريس هيلتون، وكان لهم صولات وجولات مع بعض بفترة بداية الالفينات خلينا نحكي. الاشي الاساسي انه هي عندها حاليا بنتلي كونتيننتال فلاينج سبير، اللي هي بتيجي مقعدين فقط من بنتلي، او سوري بابين مش مقعدين. طيب عندك اكزيبت اللي هو كان زمان جيلنا لحق واحنا بصراحة، اللي هو كان مقدم برنامج بيمب ماي رايد، وكان كمان برضو مغني راب. الاشي الاساسي انه هو بسوق سيارة لامبورجيني جاياردو. طبعا هو يعني معروف كان برنامج بيمب ماي رايد، طبعا البرنامج كان بيمسكوا سيارة خلينا نحكي متأهله اللي صاحبها مش كثير مهتم فيها، وبيحولوا لي اياها لسيارة تعتبر سيارة احلام بالنسبة لكثير من الناس. فكان بصراحة البرنامج له كثير متابعين، وصار له كثير اقتباسات على لغات اخرى. تمام خلينا نكمل الفنان او المشهور اللي بعده اللي هو جيري ساينفيلد. هلا جيري ساينفيلد هو من يعني خلينا نحكي اغنياء الكوميديا بالعالم بشكل كامل، يعني مش انه بس بالعالم الغربي او بامريكا تحديدا، لا هو من اثرياء الكوميديا اللي في العالم. الاشي الاساسي انه هو بحكي لك، هيو طلع عم بحكي لك الشخص الطبيعي بيجمع يا اما كروت معايدة او خلينا نحكي طوابع، بس لانه كان هو لتسع سنين البطل الاساسي باقوى مسلسل كوميديا خلال فترة التسع سنين هدول. مبدئيا جيري ساينفيلد صار يجمع سيارات بورش، فعنده مجموعة كبيرة من سيارات بورش. تمام هلا جارول هو ممثل ورابر وبروديوسر ومنتج يعني باعتبار. الفكرة الاساسية والله هاي حلوة لها سيارة، بيسوق لامبورجيني مارشيلاغو. الاشي الاساسي مش حاطين اي معلومات عنها بزيادة عن انه بس هي هاي اللي بيسوقها. ساميوال ال جاكسون كلنا بنعرفه من كثير افلام قام فيها، ابتداء من بلب فيكشن لا انت بتحكي ادواره كفيوري بافنجرز، بافلام افنجرز ومارفل. حتى هلا في عندك اللي هو سيكريت انفيجن، المسلسل اللي هو موجود فيه كمان. بحكي لك هو حاليا بسوق اللامبورجيني 57S، اشتراها حلو برضو، حتى قصة السيارة لطيفة، اللي هي اشتراها بمزاد لريعه بروح لشيء اسمه تشايلد سيفتي نتورك اللي هي شبكة امان الاطفال. فهذا شيء لطيف صراحة، يعني لفتة لطيفة. طبعا سامويل جاكسون بالافلام انت بتشوفه كثير خلينا نقول شرس لما يكون بافلام الاكشن، كثير بضحك لما يكون بافلام الكوميدي، بس في الحقيقة هو فنان جدا متواضع وجدا لطيف. اوكي عندك ليوناردو دي كابريو. مبدئيا كونه هو خلينا نحكي دائما بقضايا الاحتباس الحراري وتغير المناخ والشغلات زي هيك، فطبيعي انه يكون بسوق سيارة هايبريد زي التويوتا بريوس. ماري كيت أولسون. اوكي حلو، عم بتسوق بورش كاين. الفكرة الاساسية هي واحدة من الأولسون توينز، هم توينز كانوا كثير مثلوا بأفلام ومسلسلات، ومثلا في عندك زي فول هاوس وهم صغار. فمبدئيا في عندها بورش كاين، مش حاطين عنها تفاصيل اخرى. تمام في عندك باريس هيلتون بتسوق حاليا مرسيدس SLR. هلا هي باريس هيلتون
فعليا خلينا نحكي هي رياليتي تي في او تلفزيون الواقع اكثر من انه تكون بمسلسلات او افلام. يعني كمسلسلات او افلام كان لها زمان ظهور كضيفة شرف ب خلينا نحكي بحلقة بمشهد مقطع صغير، بس ما كانت لها غير انه نجمة الواقع طبعا عن ثرائها وحياتها وبذخها، لانه هي كانت وريثة سلسلة فنادق هيلتون الشهيرة. تمام، عندك كولين فارل اللي هو اصله ايرلندي وبيسوق سيارة فورد برونكو موديلها 1987. حلو، والحلو بيقولك انها لسه شغالة وبيسوقها وامورها تمام. كيرستين دانست اللي هي انت ممكن تكون تتذكرها من افلام سبايدر مان. الاشي الاساسي انه هي برضو عم بحاول اشوف ليش بتسوق تويوتا بريوس. لاحظ انه كل اللي رايحين على الاشياء البسيطة وال خلينا نقول مش فلاشي مش كثير بهرجة، او الناس اللي بيتهمهم البيئة والاحتباس المناخي وشغلات البيئية كلهم عم بيروحوا على التويوتا بريوس بشكل او باخر. تمام، جاستن تيمبرليك. مبدئيا جاستن تيمبرليك عمل كل شيء بحياته، يعني كاغاني غنى ونجح فيها وفاز اكثر من مرة بجرامي اووردز، عندك كمان عندك ايمي اووردز، عندك ترشح للاوسكار. الفكرة الاساسية انه هو مع كل هالنجاح طبعا بيقدر يشتري اي سيارة بده اياها هو فعليا، بس هو اختار انه يسوق الجيب رانجلر الانليمتد. ف يعني اختيار غريب منه، بس يعني هذا اللي هو حابه، وممكن هو بحب البر او اشي ممكن تكون مفيدة للسيارة. تمام، هون وصلنا هلا حاليا احنا لايس تي. ايس تي الفكره الاساسيه فيه بحكي لك انه مره دخل المستشفى بحادث بسياره بورش 914، بس ضلوا يسوق سيارات رياضيه واختار البنتلي كونتيننتال جي تي لتكون هي السياره، يعني ممكن تكون بالنسبة له اكثر امانا او اشي، ما بعرف السيفتي ريتس تاعت الثنتين، بس اختار البنتلي. شاكيل اونيل احدى سياراته طبعا هي الفورد اف 650. الفورد اف 650 هو يعني يعتبر زي شاحنة اكثر من انه سيارة فعلية، بس طبعا بسبب الطول حتى مش بس طول، موضوع الجثة الضخمة تبعت شاكيل اونيل طبيعي انه بدك اشي كبير اشي واسع لإله عشان يقدر ياخد راحته فيه، زي ما احنا بناخد راحتنا في السيارات العادية الطبيعية. هو لانه طوله كبير مش سهل انه يلاقي سواء كان حتى اواعي بيقول لك مش صعب يلاقي، فاغلب الشغلات تكون تفصيل لإله، منهم اللي هي كاستم ميد طبعا الF650. طبعا هي الF650 الحلو فيها انه هي بالعادة بتكون تجارية، يعني تحمل اوزان ومقطورات، فهاي هي الاشي الاساسي. بس لما انت بتعرف حجم شاكيل اونيل منطقية هاي العربي بدناش نقول السيارة كيلو انه تكون اختياره. تمام، عندك ميسي إليوت. ميسي إليوت طبعا هي خلينا نقول من الرابرز الكثير قدام بالمجال الفني، فهالإشي انت بتحكي مسيرة امتدت لأكثر من 20 سنة، فطبيعي انه يكون فيها رولز رويس فانتوم. وبحكي لك انه البواب زي باب اللامبورجيني بتنقلب، مش عارف بالضبط مصداقية هاي المعلومة بس مكتوبة.
جيريمي بيفن مبدئيا هو مثل بانتوراج طبعا بيسوق حاليا سيارة كاديلاك سي تي اس، مكتوب انه بيسوقها من سوشي جوينت لسوشي جوينت. يعني اوكي مرة بحكي لك قد ما هو بياكل سوشي معلومة انه اصابته تسمم زئبق. طيب عندك ديفيد بيكهام، هلا الاشي الاساسي ديفيد بيكهام انه هو مختار الكاديلاك اسكاليد. هلا هو لانه زي ما حكينا مرة فيديو انه هلا طبيعي بحالة ديفيد بيكهام يكون في عنده سيارة واسعة وكبيرة مش سيارة تكون كرسيا. هلا السبب الرئيسي لهالحكي انه كنجم اعلانات ونجم مشهور ورياضي مشهور وصاحب خلينا نحكي نادي رياضي اللي هو انتر ميامي اللي بيلعب فيه ميسي، فبيكون في معه طاقم ومساعدين وكثير ناس خلال جوا السيارة، يعني من خلال تنقلاته، لانه مش منطق انه يروح باكثر من سيارة مع بعض عشان الطاقم تبعه، فالكل بوصعب سيارة واحدة كبيرة. لانه مثلا عندك الكاديلاك سكاليد في منها اللي بتوسع 8 كراسي، فهي هاي اشي لطيف وبساعده انه يروح اي مكان مع الـ مش حاشية بتقدر تقول، تقدر تقول مساعدين او طاقم العمل تبعه. تمام. هلا جيم كاري بيسوق مرسيدس اس كلاس. هلا جيم كاري زمان من ايس فنتورا لذا ماسك لكثير ادوار هو عملها بالتسعينات. مبدئيا هو خلص كل اشي بعالم الكوميديا بفترته، كان يعني هو من اشهر النجوم في الكوميديا في فترة التسعينات. ففي عندك كمان مثلا انت ممكن تتذكره من افلام زي دمب اند دمبر باجزاءه كافة. فجيم كاري بصراحة واحد من الممثلين اللي كانوا ناجحين، فبيسوق مرسيدس اس كلاس. تمام. عندك وايكليف جين مولود بهايتي، هو رابر طبعا، راح على حاول الترشح لانتخابات هايتي رئاسة هايتي بال2010، بس خلينا نحكي ما لم تقبل الترشح منه، فرجع على الولايات المتحدة الأمريكية واشترى الجي واجن أو الجي كلاس مرسيدس جي كلاس، يعني عشان راضي نفسه فيها انه ما قدر يترشح للرئاسة بهايتي. تمام. عندك سيل اللي هو خلينا نقول سيل كان مغني وفي يعني حاز شهرة كبيرة بالزمانات طبعا. فسيل الاشي الاساسي انه هالشهرة والفلوس والثروة خلته يقدر يشتري الفيراري F430 سبايدر، برضو سبايدر تعني اللي هي السقف المكشوف او عدم وجود سقف في السيارة. تمام. في عندك فيرجي. هلا فيرجي ممكن مش كثير ناس بتذكروها، بس في عندك زمان كانت مع فرقة جدا مشهورة اسمها بلاك ايد بيز مع ويل اي ام، وكانوا بصراحة مكسرين الدنيا، كل اغنية لهم هيت، كل اغنية لها ملايين الاستماعات والمشاهدات، كل اغنيهم كانت تقريبا ناجحة خلينا نقول ما بدنا نعمم. مبدئيا هي بتسوق هامر اتش 2. مادونا. هلا مادونا انت بتحكي هلا كونها هي بتسوق مايباخ 57. هلا مايباخ 57 هي اللي هي كانت خلينا نحكي البراند الفاخرة من مرسيدس، يعني قديش انت ممكن تعتبر مرسيدس بنز فاخرة، مايباخ هي كانت الاصدار الافخم منها، فهي هذا الاشي الاساسي. هلا مادونا مسيرتها جدا طويلة جدا ناجحة كانت، وقدرت انه يعني تجمع ثروة هائلة، فالمايباخ 57 يعني هي بالنسبة لها زي اي سيارة عادية بالنسبة لإلي ولك. توم كروز.
ببورش 911. هلا الفكره الاساسيه انه توم كروز مبدئيا يعني بده هيك سياره، لانه كل ادواره او 90% من ادواره، خلينا نحكي خاصه الاحدث من زمان زمان كان فيه شوي على الدراما، اغلب ادواره هلا عم بتكون اكشن، فبدك سياره تليق في بطل اكشن. وبصراحه البورش 911 من احسن السيارات اللي ممكن تعطي هاي الصوره عنه. تايرا بانكس هي احد كانت بزمانات تايرا بانكس لها برامج، وكانت كمان بفيكتوريا سيكريت وكفر جيل. الفكرة الاساسية كان عند سيارة ليكزس اس سي، فهاي اشي لطيف. تمام، ننزل نوصل لبنجي مادن. بنجي مادن عنده فور تشو بوكس، هاي السيارات الكلاسيكية الرائعة، بحكي لك هو مسترجعها، هو موديلها 1950، فهي هاي الاشي اللطيف بصراحة. السيارات الكلاسيكية اللي زي هيك اذا انشغل عليها بتطلع منها تحف فنية، اكثر من موضوع انه سيارات زي اللي انت ممكن تشتريهم في السوق هلا. تمام، بريتني سبيرز نجمة التسعينات، يعني مش كثير هلا ممكن ناس بتذكروها حاليا لبريتني سبيرز، خاصة انه كل مسيرتها انتهت بفضائح وطلقات، وكان في كثير بلبلة حوالينها وشككوا بصحتها وانه هي غير قادرة على تحمل المسؤولية، فكثير كان في حكي عنها بفترة من الفترات. بس لما كانت تسوق كانت عندها مرسيدس اس ال ار، هي احدى السيارات الفارهة والنادرة بصراحة المرسيدس اس ال ار. عندك ماثيو بيري، او هلا صار الراحل ماثيو بيري، احد اللي خلينا نقول الممثلين العظماء في عالم الكوميديا، لما كان خاصة في دور تشاندلر بمسلسل فريندز، بيسوق طبعا بورش كونفرتبل، لطيفة بصراحة السيارة، او يعني جدا لطيفة السيارة خلينا نقول. بس الفكرة الاساسية انه من الفنانين اللي خسرناهم بعام 2023. جورج كلوني، مش مقتنع انه هاي سيارة جورج كلوني كاتانجو 600، بس ممكن انه هو يعني هو عنده اياها ممكن باب انه فكاهة او اشي، بس بتحكي لك السيارة من 0 to 60 ب4 ثواني، فاشي سريع بصراحة السيارة. تمام، عندك لينزي لوهان برضو احدى النجمات اللي كانت بالتمثيل وكانت بالاغاني وكانت يعني خلينا نقول مالتي تاسكينج، او فنانة متعددة المواهب خلينا نحكي، فهيك اضبط يعني. المهم برضو انتهت مسيرتها بفضائح ومصحات، ويعني كثير صار في بلبلة برضو عليها زي بريتني سبيرز تقريبا قصتها. برضو بتسوق 911 بورش. ايدي ميرفي ملك الكوميديا في الفترة الماضية، حتى انه بس انا ما هي بحكي لك انه بالثمانينات كان هو كان هو المتحدث الرسمي، او خلينا نحكي متحدث باسم شركة تويوتا بالثمانينات، بس في عنده حاليا سيارة مرسيدس اس ال اس صافي بكراجه. طبعا ايدي ميرفي اللي هو ممكن انت اذا مش متذكر من هو، لانه زمان ممثل، دكتور دوليتل بكافة اجزائه، صوت دونكي بشريك، فممكن انت تعرفه من هاي الافلام. أشتن كوتشر، أشتن كوتشر هلا الشيء الأساسي إنه عنده فيراري كاليفورنيا، مثل بكثير شغلات، تو أند هاف من كبديل لشارلي شين، مثل بذا رانش، مثل بكثير أفلام برضو، مثل ذات سبنتيز شو، يعني الزلمة بصراحة أدى يعني أدى مسيرة جيدة، فعشان هيك بسوق فيراري كاليفورنيا.
لودا كريس. لودا كريس هلا زمان كان رابر، بعديها صار اكثر رايح على وغنى مع جاستن بيبر مثلا. بس الاشي الاساسي اخر مسيرته خلينا نقول ضلوا على تمثيل افلام الفاست اند فيوريوس. انت بتحكي من يعني من القدماء بالسلسله، فاتوقع انه التمثيل بالنسبه له كان مجدي اكثر من الاغاني. فعندك فيراري 458 وهي بصراحه تعتبر من احلى الفيراريات انا بالنسبه لي. استنى ما بدي احكي لك قصه طريفه عليها هاي، انه بحكي لك مره من المرات استأجر حلبة سباق او مضمار خلينا نقول ل 24 ساعة عشان يضل فيها براحته دون ما انه حدا يكون معه. تمام. عندك مات ديمون. مات ديمون بيسوق كان تسلا رودستر اللي هي الاصدار القديم، اللي هي اول اصدار حتى من شركة تسلا قبل الموديل اس، الموديل 3، موديل واي، موديل اكس. فهي هاي الاشي الاساسي. طبعا التسلا رودستر هاي القديمة تعتبر من السيارات النادرة حاليا، لانه مش كثير صنعوا منها اساسا ومش كثير تم الحفاظ عليهم، فتعتبر كأنها سيارة نادرة. تمام. عندك ترافيس باركر اللي هو خلينا نحكي درامر بفرقة بلينك 182، من أشهر الفرق بصراحة، أو كانت بأشهر فرق البوب بالزمانات. عنده برضو عامل ريستوريشن ل 1954 كاديلاك، رائع، تحفة فنية فعليا بصراحة. آدم ساندلر كلنا بنعرف قصة آدم ساندلر والإشي الأساسي اللي هو كمية الثراء اللي وصل لها، الأفلام اللي وصل لها، الإنتاج اللي عمله، الأدوار الكوميدية اللي هو بيقوم فيها بإبداع صراحة. بس هو بيسوق سيارة دوج تشالنجر بتأدي الغرض بالنسبة له. برضو عندك جوي لورنس. جوي لورنس كان مشهور في صغره، انا بصراحة ما بعرفه جوي لورنس خلينا نكون يعني صريح، فكان هو مشهور في سنوات المراهقة بتاعته. بس الاشي الاساسي انه هو بسوق اس 63 كوبي او كوب بحسب ما انت بتحب تسميها، فاشي لطيف يعني واضح انه هيك بيكون من احد الاشخاص او الفنانين المشاهير اللي قدروا خلينا نحكي يستثمروا اموالهم اللي حصلوها خلال سنوات شهرتهم باستثمارات جيدة، لما يكون غايب عن الشاشة لعقود ولسه بيقدر يشتري سيارات فارهة زي هيك. في عندك ليدي غاغا. هلا ليدي غاغا الاشي الاساسي كان فيها لفت الانظار، بسواء كانت قصات الشعر او الوان الشعر غريبة، غير هيك بتقدر تقول بوعيها بالشغلات زي هيك، فبدك سيارة تبرز برضو الاشي الغريب اللي فيها، فاختارت لامبورجيني هوريكان. هو طبعا تلفت الانظار السيارة، فبتكمل اللوك اللي هي ماخديته بشكل رهيب. في عندك كمان جيمس هاردن اللي هو احد ابطال دوري الام بي اي لكرة السلة الامريكي، بيحكي لك انه هو عنده شيفروليه كامارو كسيارته الشخصية. تمام. في عندك جولدي هاون بتسوق تسلا موديل اكس، وبرضه بنتها كيت هادسون
بتسوق تسلا موديل اس. هلا تسلا الاشي اللطيف فيها انه غير انها سيارة كهرباء، فهي سيارة فيها اضافات اللي بدك اياها، فاشي لطيف جدا. هلا في عندك كمان دوين جونسون ذا روك. هلا قبل ما نكمل الليست، هلا الليست مش اشي يعني ثابت، ممكن يكونوا غيروا سياراتهم من وقت نشر المقال الى اليوم، ممكن يكونوا كمان هاي احدى سياراتهم، مش انه خلينا نقول مثلا هاي ذا روك عندك او دوين جونسون فورد اف 150 مع الدله له، مش الفكرة او الاشي الاساسي انه بس عنده بيكون هاي السيارة، لا بيكون عنده اسطول مثلا من السيارات، منهم اكثر واحدة بيشوفوه الناس فيها هي الفورد اف 150 على سبيل المثال. فاحنا ما عم نحكي على سبيل المثال ولا الحظر. طبعا قبل ما نكمل ذا روك برضو نفس الاشي، لانه بسبب ضخامته اصحاب الجثة الضخمة خلينا نقول صعب تلاقيهم بلامبرجيني او فيراري، لانه هي سيارات خلينا نحكي ضيقة نوعا ما، فعشان هيك بتلاقيهم بيروحوا على الاشياء الاكبر والارياح. و يعني زي بحالة ذا روك او دوين جونسون، هو الاف 150 كان الخيار تبعه اللي ارتاح فيه. كلوي غريس موريتس، هلا انت ممكن تكون تتذكرها من يا اما اعمالها الحديثة انت بتعرفهم، او انها كانت موجودة بإيكوالايزر، فيلم إيكوالايزر مع دينزل واشنطن، طبعا من احلى افلام الاكشن واروع الادوار الاخيرة اللي قدمها دينزل واشنطن في الاعوام الاخيرة. بتسوق حاليا مرسيدس جي ال اي زي ما حكينا، على الاغلب انها اكتر سيارة بشوفوها فيها الناس، وليس حصرا انه هي بتسوقها، ممكن عادي بيوم وليلة تكون بعدها، فهاي هي الاشي الاساسي. برضو عندك جافن روس ديل، خلينا نقول مغني بفرقة روك اجنبية اللي هي بوش. حلو، اوكي سيارته غريبة والله، جيب واجونير قديمة، فهذا الاشي اللطيف. هلا شوف اغلب الروك يعني مش كثير بتستغرب انت، لانه اغلب جماعة الفنانين الروك بيروحوا على السيمبل او الروك القديم، اللايف ستايل القديم، اللايف ستايل اللي قريب شوي، ما بتقدر تعتبره هيبي، بس انه بتقدر تقول الكلاسيك، يعني بيروح على الكلاسيكيات اكثر من الاشياء الحديثه. هلا اكيد عنده سياره ثانيه، بس هاي هي السياره اللي ممكن هو بحبها او بيعتز فيها. عندك نيكي ميناج بلامبرجيني افنتادور. هلا الاشي الاساسي، هلا الافنتادور بحكي لك سعرها 400,000 دولار لما اشترتها هي، فنزلت عليها اول مره. هاي شوف كيف، هلا اوكي عندها سياره ثانيه، اول مره اظهرتها للجمهور مثلا ب على البس لما كانت البساط الاحمر بحدث لترويج الخط الملابس الجديد تبعها ب اللي كان حصريا موجود بكيمارت مثلا على سبيل المثال، فهاي كانت اول مرة شافوها الناس فيها. عندك بيونسي برولز رويس سيلفر كلاود 2. هلا شوف هاي كمان اثبات على اللي انا بحكيه، يعني انت بتحكي انه هيها بالعادة هي بحكي لك بيكون في عندها سواقين وناس وحرس وحاشية كاملة طبعا، لأنه بس لما تطلع بهاي السيارة هي الوحيدة اللي بتسوقها. شفت هاي هي الفرق، يعني هاي مش يعني صعب ومستحيل تكون الرولز رويس سيلفر كلاود 2 هي السيارة القيادة اليومية عند بيونسي، لأنه مش عملية الموضوع بصراحة. فالفكرة الأساسي إنه ده يعني ها نرجع لموضوع انه احدى سياراتهم او اللي هم بيحبوها او بتميزوا فيها. مثلا عندك ميليسا مكارثي عندها لاند روفر، تمام، هي ممثلة كوميدية وكنا بنعرفها، شفنا لها اكثر من فيلم ومسلسل، فهي بتختار اللاند روفر كسيارتها. عندك تيم ماجرو، اوكي لطيف جدا بصراحه، المرسيدس 1969 كونفرتبل او سقف متحرك، لطيفه ورائعه السياره بصراحه.
اوكي ورثها عن ابوه اللي هو كان بطل النيويورك ميتس بالبيسبول. في كمان عندك جيف دانم. جيف دانم عنده البات موبيل. هلا شوف، هلا طبيعي انه يكون جيف دانم عنده البات موبيل لانه هو خلينا نحكي هو فنتريلوكويست اللي هم تكلم من البطن مع الدمى اللي بتكون عنده بالعروض تبعته. عروضه جدا مضحكة للجمهور اللي بحبه. اشتراها من فيلم، لا فيلم ادم ويست. اشتراها بمزاد طبعا لانها يعني واحدة من واحدة، يعني ما في غيرها بالعالم. هلا اكيد مش هي السيارة الاساسية عنده، بس احدى سياراته اللي اشتراها. تمام. في عندك ديمون وايانز من ليثر ويبن و وايانز فاميلي. عنده دوج تشالنجر هيل كات، احدى سياراته هي دوج تشالنجر هيل كات. تمام. اكسل روز. اكسل روز يعني خلينا نحكي يعني اذا بدك تحكي عن شهرة فرقة روك، انت كنت تحكي عن غنز روزز بالزمانات. فالاشي الاساسي انه كونه اكسل روز هو المغني تبعهم والفوكاليست تبعهم، الاشي الاساسي انه بده سيارة يعني بيقدر يتحمل تكلفتها لانه هو وصل قمة النجاح الموسيقي او بالروك خلينا. فبورش 911 كانت هي خياره. ويليام اللي هو برضو كان ب خلينا نحكي بفرقة بلاك ايد بيز، ترى مثل طلع بجزء من افلام وولفرين. برضو كان مغني جدا مشهور بالزمانات. شارك اكثر من مرة كحكم في برامج المواهب الموسيقية او الغنائية. فعنده حاليا تسلا موديل اس، وحتى بحكي لك انه معدلها انه يكون في عليها تزييفات انه زي فتحات الراديتر وهي الشغلات الاير انتيك اللي ياخذوا الهواء. تمام. جورج لوبيز الاشي الاساسي انه هو ممثل، انا شايفه بافلام كوميدية او مسلسلات كوميدية. شوف بس اقرا ما في هو جورج لوبيز هزنت او سيت كوم ستاند ابس وفيلمز. اوكي بالضبط. driven to work every day in this land rover. تمام. بحب سيارته اللاند روفر. ها شافوه مثلا هو بيروح على الشغل فيها، فعشان هيك بيعتبروها السيارة اللي هو اكثر اشي بحبها او السيارة اللي بيسوقها اغلب الوقت. تمام. خلينا نكمل. ادم كورولا عنده خلينا نحكي سيارة سباق من بورش، وكمان حقها 4.4 مليون دولار. معقول؟ اوكي. عشان لانها هي نفس السيارة اللي ساقها بول نيومان 24 ساعة بسباق لمو، عشان هيك سعرها خلينا نحكي مرتفع. مات لبلون اللي هو انت بتعرفه، اغلب الناس راح تعرفه من مسلسل فريندز كدور جوي، طبعا كان شهير جدا و يعني كثير ناس حتى بتحكي لك بخاصة كدور جوي انه هو كان الاكثر طرافة بالمسلسل. يعني المسلسل بدون اي شخصية ثانية، في كثير ناس بتحكي لك انه بدون اي شخصية ثانية كان ممكن المسلسل يمشي، بس بدون شخصية جوي مستحيل كان هذا الحكي يصير. فخلينا نقول في ناس تتفق مع الحكي، في ناس ترفضه، بس الاشي الاساسي انه جوي بصراحة يعني او مات بدور جوي ما عجز عن اضحاكنا بالزمانات. فهو حاليا هلا بيسوق سيارة فورد فوكس.
كيفن هارت عنده مرسيدس جي 65. هلا مثلا شوف، انا حضرت برامج واقعيه لكيفن هارت، اغلب وقته بيكون بالباصات اللي هي بيكون فيها، لانه بيكون في اجتماعات خلال على الطريق يعني مع طاقم العمل. فهاي احدى سياراته اللي عنده. خلينا نحكي اوكي، زبط عليها كمان، ظلل النوافذ اكثر في او فيمهم بحسب لهجتك. في عندك كمان ومغير العجال ومغير ومغير الجنوط تبعت السيارة على اساس تلائم ذوقه. جيف جولدبلوم كثير مثل بافلام زي جوراسيك بارك او الاشياء اللي تتبعها، لايف اكواتيك، مثل في كثير شغلات خيال علمي، افلام خيال علمي. فالاشي الاساسي انه هو بسوق حاليا تويوتا بريوس. برضه والله زمان عن بالليست عن تويوتا بريوس بصراحه. بيل جيتس، اوكي، بيل جيتس هو لفتره طويله كان اثرى رجل في العالم. هلا انت لما تحكي انه عنده تسلا موديل اكس، هي سياره من اسطول، يعني انت بتحكي الحرس الشخصي تبعه لحاله اسطول. ف يعني ما بتكون مثلا سياره واحده، او مش شرط انها تكون حتى مثلا تسلا موديل اكس واحده، ممكن عشان التغيير او الخداع اي تهديدات محتمله انه يكون في خمسه مثلا سايقين مع بعض على سبيل المثال. فبتحكي انت تسلا موديل اكس ممكن لانه هو كثير بهمه المناخ ودائما هو عن البيئه بيحكي، فممكن انها تكون كانت سياره الاختيار اللي بتنقل فيها. دكتور دري بكاديلاك سكاليد. هلا الكاديلاك سكاليد على فكره عشان تكون بالصوره بيحبوها الرابرز كثير، لانها كانت بتبين الفخامه في لقطه من اللقطات. يعني بالتسعينات اول الفينات انت لما تحكي بكاديلاك سكاليد كنت انت يعني قمه ال، خلينا نقول الهايب للراب. فكثير هلا هي سيارة مريحة وضخمة وكبيرة ويعني ما عليها كثير مشاكل. فالإشي الأساسي بحكي لك مثلا إنه هي لما كان سعرها 100,000، في ناس بتقول لك إنه أو مصادر بتحكي إنه هو ضخ كمان 100,000 تعديلات عليها، يعني حق السيارة تعديلات. فهذا إشي يعني هاي السيارة مثلا معمولة له تعتبر. ديفيد هاسلهوف عنده بي ام دبليو ام 4. هلا انت ممكن تكون شفته بافلام الاكشن تاعته، ممكن مسلسل نايت رايدر، ممكن شفته بكثير شغلات او برامج، حتى تعمل كحكم في برامج اختيار المواهب برضو. عنده ام 4، سياره من السيارات جدا سريعة وجدا فخمة في العالم. جورج آر آر مارتن اللي هو مؤلف خلينا نقول Game of Thrones. عم بدي أشوف بس إيش إذا في قصة حوالين اختيار التسلا موديل S اللي بسوقها. ما في شيء يعني يستحق انه نحكي. داني ديفيتو ب تويوتا بريوس، لانه هو احد الاشخاص او الفنانين المشاهير المهتمين جدا بالقضايا البيئية. تمام اوكي، جنرال موتورز اي في 1 كانت ب 96. اوكي حلو تمام. هو يعني زي ما حكينا احنا اغلب الفنانين اللي بيكون فيه عندهم اهتمام بالقضايا البيئية بتلاقيهم بيختاروا التويوتا بريوس. هلا ممكن من وقتها من وقت المقالة لهلا جدد سيارته، ممكن كمان راح على سيارة كهربائية من ناحية البيئة، ممكن يعني كل اشي وارد. خلينا نقول بس شوهد في هذه السيارة، هيك هي تعتبر هاي الليست. سيلفستر ستالون بيسوق او بيقود مرسيدس جي واجن. تمام. هلا شوف طليق به لضخامته لحجمه لكذا، بس هلا هو اتوقع انه في حد بيسوق فيه لانه كبر بالعمر، فلا امن انه حدا يسوق فيه.
نفس الاشي بينطبق على ارنولد شوارزنيجر اللي هو بيسوق بورش 911. طبعا بصراحة ارنولد شوارزنيجر هو من احدى قصص النجاح والاصرار والمثابرة الفعلية بالحياة. يعني من لما بلش ببطولات كمال الاجسام، بعدين حكى لهم راح اكون ممثل، برضو الناس ضحكوا عليه وصار فعلا ممثل. كمان خلينا نقول صار حاكم كاليفورنيا، برضو الناس ضحكت عليه انه انت شو فهمك بالسياسة بعدين، وبرضو صار حاكم كاليفورنيا وتم انتخابه اكثر من مرة. فبصراحة يعني ارنولد هو، وفي حتى هلا جوائز او بطولات بكمال الاجسام مسمية باسمه، فهي اللي هي الارنولد كلاسيك هلا. فبصراحة يعني الزلمة يستحق كل شيء جميل حصل له، لانه كله من تعبه ومجهوده ومثابرته. هلا هاي كانت بالنسبة لليوم اللي هم خلينا نقول بعض من الفنانين والمشاهير وسياراتهم او ماذا يقودون او بايش الناس شافتهم. فهاي كان يعني نبذة ممكن انت تشوفها وتعرفها. هلا في عندك سؤال تاني اللي هي ايش اكتر سيارة. اوكي رولز رويس فانتوم، اوكي هي رولز رويس فانتوم هي اكتر سيارة الناس او المشاهير بيختاروها لراحتها وفخامتها انها فاخرة جدا. ها مثلا كيف كيم كارداشيان، ليدي غاغا، سايمون كاول، ديفيد بيكهام، جاي زي، ولودا كريس، كلهم اجوا على الليست. بس برضو لانه حكينا احنا الليست كلياتها او القائمة هي اشي على سبيل المثال للحصر، يعني هاي مش سيارته الوحيدة للمشهور. فهاي الاشي الاساسي اللي اكدنا عليه اكثر من مرة خلال الفيديو. فهاي كانت هي الفيديو تبعنا لليوم. بتمنى يكون عجبكم، بتمنى تكونوا عجبتوا بالسيارات. اكتبوا لنا طبعا بالتعليقات تحت ايش السيارة اللي انتم بتسوقوها او بتقودوها، وايش ممكن لو كانت عندك ثروة المشاهير تاعتكم، شو كنت السيارة اللي ممكن او سيارة احلامك باعتبار. اكتبوا لنا كمان اذا في اي اشي انتو حابين نعمل عنه بحث زي هيك او نشوف قوائم، بغض النظر شو ما كانت احنا ممكن نشوف لكم اياها ونشرح لكم اياها باسلوب مبسط زي قبل شوي زي الفيديو اللي حكيناه. وبتمنى منكم كمان تكتبوا لنا بالتعليقات اذا عجبكم الفيديو او ما عجبكم، اكتبوا لنا بكل الاحوال. ولا تنسوا طبعا زي دائما الاشتراك بالقناة واللايك، والسلام عليكم.